أحسن الله إليكم. نأخذ اتصال أبو هاني من الطائف، تفضل أخي أبو هاني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أشخاص مسافرين من مدينة إلى أخرى، وحضرتهم صلاة العشاء وقد فاتهم صلاة المغرب، فدخلت بنية وأنا من ضمنهم، فدخلت بنية المغرب في العشاء، وفي الركعة الثالثة سلمت قبل أن ينتهي الإمام من الصلاة وخرجت من الصلاة، فهل هذا صحيح أم خطأ؟ نعم، هذا جائز، هذا جائز على القول الراجح. إذا كنت دخلت معه بنية المغرب ثم لما أكملت الثلاث جلست للتشهد الأخير فأنت بالخيار، إن شئت سلمت لنفسك وإن شئت انتظرت الإمام وسلمت معه. نعم.